بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله في رقية المريض وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا خوفنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرق. حديث الحسن رواه أبو داود وغيره. إن كان بعض أهل العلم قد تكلم فيه بنوع من التضعيف إلا أنه في فضائل الأعمال وقد حسنه بعض أهل العلم ومعانيه ثابتة في الكتاب والسنة فيمكن العمل به في هذا الباب. هذا الحديث صريح في إثبات علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته. ربنا الله الذي في السماء التصريح لأنه سبحانه وتعالى في السماء. وقد تقدم أن هذا الأمر له أحد معنيين عند أهل العلم، إما أن فيه بمعنى على فهو بمعنى فوق السماء على السماء فتكون السماء هي السماء المخلوقة والله عز وجل فوقها إذ هو سبحانه وتعالى فوق العرش، أو أن السماء مصدر وليس بمعنى المكان المخلوق فالسماء مصدر بمعنى العلو فالله الذي في العلو أي الذي له صفة العلو سبحانه وبحمده. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أي تطهر وتنزه اسمه عز وجل، والمقصود جنس أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، كل أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى مطهرة منزهة عن كل نقص، كلها حسنى صفاته كلها هؤلاء سبحانه وبحمده لا نقص فيها ولا عيب بوجه ما يولوه. قوله أمرك في السماء والأرض، أمر الله نافذ في السماء وفي الأرض في كل خلقه سبحانه وتعالى، هذا توسل إلى الله عز وجل بربوبيته ثم ألوهيته ثم توسل إلى الله عز وجل بعلوه ثم بتقدس أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى وبإقرار العبد ومعرفته بأن أمر الله عز وجل في السماء والأرض. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والظاهر أن الأمر في هذا الحديث المقصود به الأمر الكوني، أمر الله النافذ، وهذا مناسب أن يتوسل به في شفاء المريض، فإن هذا الأمر إنما وقع بأمر الله سبحانه وتعالى عن المرض، وقع بأمر الله، والشفاء يكون بأمر الله سبحانه وتعالى كذلك لا بأمر غيره. قال كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. رحمة الله وسعت كل شيء سبحانه وبحمده، ولكنه بهذه السماء رحمة خاصة إذ ليس فيها إلا الأرواح الطيبة والخلق الذين رضي الله عز وجل عنهم، فإن الذين كفروا بآيات الله واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. قال عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فالكفار لا تفتح لهم أبواب السماء، وإنما في السماء ملائكة الله عز وجل وأرواح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهؤلاء قد رحموا الرحمة الخاصة بتوفيقهم من الله سبحانه وتعالى، بل وفقهم الله عز وجل حتى عبدوه، بالإضافة إلى رحمته، بالإضافة إلى رحمته سبحانه وتعالى بهم رحمة خاصة في أرزاقهم وعطاياهم، حيث يكون فيها البركة والعافية، ويجعل الله عز وجل كل ما قضى لهم قضاء فيه خير سبحانه وبحمده، فهو يسأل هذا النوع من الرحمة أن تكون في الأرض عند عباد الله المؤمنين وعند المريض خاصة. اغفر لنا حوبنا وخطايانا
ناسب هذا الأمر المرض، لأن المصائب إنما تصيب العباد بسبب ذنوبهم، والاستغفار يرفع العقاب. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اغفر لنا ذنوبنا، وهي الذنوب الكبيرة والخطايا الذنوب دون ذلك، والله أعلى وأعلم. فإذا غفر الله عز وجل الذنوب سترها فلم يعاقب عليها، ورقى أثرها سبحانه وتعالى. ومن آثارها من أثر الذنوب ذلك المرض، فإذا وقي العبد شر ذنبه فإن الله عز وجل يعافيه سبحانه وبحمده. فهذه التوسلات بين يدي السؤال بنزول الشفاء كلها متناسبة مع نزوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت رب الطيبين. توسل إلى الله عز وجل بربوبيته للطيبين، وهم الأنبياء والصالحون والملائكة، فإن هذه الربوبية ربوبية خاصة، وأصل معنى الربوبية الإصلاح، فهو ربهم الذي يصلحهم، وإصلاحه لهم عز وجل يختلف عن إصلاحه لغيرهم، فهو الذي أصلح دينهم ودنياهم وآخرتهم. وربوبيته لهم في العناية والحفظ أضعاف ما حفظ به غيرهم سبحانه وبحمده. قال بعد ذلك: أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. هذا من أجمع الأدعية وأفضلها، وعليه من نور النبوة ما يشهد بصحته، والله أعلى وأعلم، رغم المقال الذي فيه كما ذكرنا. الشاهد منه في هذا الموطن قوله: ربنا الله الذي في السماء. فهذا التصريح لأنه في السماء كما ذكرنا تفسيره يدل على علو الله عز وجل على خلقه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنون وأنا آمنون في السماء، قال حديث صحيح. فهذا فيه أبلغ الرد على من يطعنون في حديث الجارية الآتي، حيث يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل منها قولها إن الله في السماء لأجل جهلها، ولأجل أنها تريد التفرقة بين الأوثان وبين الرب سبحانه وتعالى. هذا كلام باطل فيما يزعمون، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي نطق بأن الله في السماء من كلامه هو عليه الصلاة والسلام، وليس من كلام الجارية الجاهلة كما يزعمون، وأن الرسول سكت عن الإنكار عليها لأجل أنها تريد التفرقة بين الرب وبين الأوثان. هذا كله من سوء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يسمع كلاما يقولون عنه أنه كفر وأن من اعتقده كفر، بل هو الذي يقود إليه في ناس بأين، ومع ذلك يسكت ولا ينكر على الجارية. أسأل الله العافية من هذا البلاء، وهو من أسوأ الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين في السماء، وهو حديث ثابت في الصحيح، يدل على علو الله عز وجل كما ذكرنا في تفسير في السماء قبل ذلك. فهو صلى الله عليه وسلم أمين مستأمن عند الله عز وجل، وهو استأمنه على الوحي، استأمنه على إبلاغ الرسالة، فكيف لا يؤمن على قسم الغنائم ونحوها. وقوله: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. هذا فيه إثبات علو الله عز وجل بالتصريح بالفوقية وبالأمر فوق، هذه اللفظة التي صارت غصة في خلق المبتدعة، إذ هي ثابتة في الكتاب والسنة، وهم ينفونها تصريحا رب الفوقية لا يقبلونه. قال الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله فوق العرش. فهم يأبون لفظ الفوقية، مع أنها فوقية لائقة بجلال الله سبحانه وتعالى، لا تشبه فوقية المخلوق على المخلوق، ولا يلزم منها ما يدعونه من التحيز والجهة المخلوقة ونحو ذلك. ولفظ الجهة عندهم من الألفاظ التي لا بد من إنكارها ونفيها، ونحن نقول أن لفظ الجهة لا بد
أن يفصل فيه، فإذ لم يرد نفيه في الكتاب ولا في السنة ولا إثبات لفظ الجهة، وإنما ورد لفظ فوق. لذلك نحن نقول أن الجهة بمعنى المكان المخلوق، الله ينزه عن الحلول في مخلوقاته. وأما الجهة بمعنى ما وراء هذا العالم، ما فوق العرش، وهو أمر عالمي ليس مكان مخلوقا يحل فيه الرب عز وجل، فهذا لابد من إثباته كما ورد في الكتاب والسنة. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة، في الشهادة لمن علم أن الله في السماء بالإيمان، وشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فإذا كان لا يجوز أن يسأل عنه بأين، فلماذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهو حديث الشمس في صحيح مسلم. ولذلك كان هذا من أعظم الرد عليهم، ولذلك إما يطعنون فيه وإما يؤولونه على غير وجهه كما سبق رد كلامهم، والله أعلم. قال الشيخ خليل حراس رحمه الله: قوله ربنا الله الذي في السماء الحديث صريح في علوه تعالى وفوقيته، فهو كقوله تعالى أأمنتم من في السماء. وقد سبق أن قلنا أن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاو له سبحانه، بل في إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم واللغة، وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة، مثل قوله تعالى لا أصلي ظنكم في جذوع النخل، أي فوق جذوع النخل، على جذوع النخل، وليس أنه يشق الجذوع ثم يضعها. يقول وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو وعلى الوجهين، فهي نص في علوه تعالى على خلقه. وفي حديث رقية المذكور توسل إلى الله عز وجل للثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري. كما ذكرنا الظاهر أن الأمر المذكور في الحديث هو الأمر القدري الكوني. ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها. ثم توسل إليه لسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم، ثم الخطايا التي هي دونه. ثم توسل إلى الله بربوبيته الخاصة بالطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم، التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاؤهم توسل بها. ولهذا دعا الله على هذا الشفاء الذي هو شفاء الله، الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه بغير الله. لن يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشراف والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك. ليس كل متوسل بالذات والأشخاص والحق والحرمة عابدا للقبور، لكن عباد القبور يغلون في الأشخاص ويصرفون العبادات لأصحاب القبور ويقولون نحن نتوسل بهم. أما التوسل بالحق والجاه والذات فهو محل خلاف، الصحيح فيه أنه بدعة ولم يرد عن السلف رضوان الله عليهم، فضلا عن أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من الأنبياء أنه توسل بذات أحد، والله أعلم وأعلم. هذا إذا خلى عن عبادة القبور. وأما إذا عبد المتوسل به بأن صرف له عبادة من العبادات كالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر أو نحو ذلك، فلا يغني عنه أنه يسميه توسلا. فلا بد أن يفرق بين أنواع التوسل، منه ما هو الشرك أكبر وهو كما ذكرنا صرف العبادة لغير الله، ومنه ما هو ذريعة للشرك أكبر فهو شرك أصغر، مثل أن يسألهم الدعاء، ومنه ما هو مختلف فيه والراجح أنه بدعة، مثل السؤال بالحق والجاه، سألك بحق نبيك أو بحق أنبيائك ونحو ذلك. ولو أما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه مطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان،
من أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. والعجب من هؤلاء الحنقاء المعطلة النفاة زعمهم أنهم أعلموا بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم فيرفون عنه الأين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول صلى الله عليه وسلم، مرة سائلا غيره كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، قال كان في عماء ما فوق الهواء وما تحت الهواء، والحديث فيه مقال ولا أصل. قال وأما قوله العرش فوق الماء ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبين الإيمان بإحاطة علمه بالموجودات كلها، فسبحان الله هو علي في دموعه قريب في علوه. وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن، يقصد شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر أدلة العلو أن نثبت معها أدلة المعية والقرب حتى لا يفهم منافاة بين علوه عز وجل وبين قربه من عباده، قرب العلم والإحاطة ومعية السمع والبصر والعلم والقدرة وسائر مقتضيات هذه المعية، وكذا معية الإجابة، معية النصرة والتأييد، وهذا قربه سبحانه وتعالى من داعيه ومن مناديه كما قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يسقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وليس في هذا تعارض، إذ أن الله فوق العرش وهو قبل وجهه يصلي كذلك، وهو فوق العرش وهو مع عباده حيثما كان يعلم ما هم عليه. والظاهر أن المعية المذكورة في حديث أن تعلم أن الله معك حيثما كنت هو معنى المعية العام، معية المراقبة، معية السمع والبصر والعلم والإحاطة. وأما إن الله قبل وجهه فهذه هذا القرب أن يكون قبل وجه المصلي هذا قرب خاص ومعية خاصة، وأن يكون قبل وجه المصلي خاصة حيث يدعوه ويناديه ويتضرع إليه، فيكون في هذا من معنى العناية والرعاية، بالإضافة إلى إثبات الصفة وإثبات علو الله عز وجل على خلقه، فلا تعارض ولا تناقض بين نصوص الكتاب والسنة والحمد لله. قال الشيخ الراس رحمه الله قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت فيه دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن يعبد ربه كأنه يراه ويشاهده، كأنه يرى ربه ويشاهده ويعلم أن الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه. قال تعالى وما تكون في شأنه وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هذا العلم بأن الله مع العبد هو الذي يؤدي للعبد إلى أن يصل إلى مرتبة الإحسان، وهو أن يعبد الله كأنه يرى. يقول ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهى أو أن يفتقده حيث أمره، فتكون عونا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله وجلاله فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه للبسط أمامه أو عن يمينه. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة إلى آخره دل على أن الله عز وجل لا يكون قبل وجه المصلي. قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية إن الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه يناجي الشمس يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكان أيضا قبل وجهه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخر بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اخدع من دين وأغن من الفقر. رواه مسلم. قال الشيخ الرازي رحمه الله: تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا لقائل، فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. وهذا الحديث من أصرح الأدلة على التصريح بالفوقية، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، فهو سبحانه وتعالى فوق خلقه، وهو المحيط بهم سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء تدور على إثبات الإحاطة بالخلق زمانا ومكانا، فالأول والآخر إثبات أوليته وقدمه سبحانه وتعالى، وإثبات بقائه وآخريته سبحانه وتعالى، والظاهر والباطن إثبات علوه عز وجل وقربه وذنوبه. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بينهما في قوله: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي هو أقرب إلى كل شيء من نفسه. قد أحسن الإمام ابن القيم رحمه الله في بيانه للعبودية بهذه الأسماء مع شرحها، فليذكر في هذا الموضع. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى التي معرفتها جماع العلم والمعرفة. وقد ورد أن في المسبحات آية تعدل ألف آية، والذي يعني يريد ابن كثير رحمه الله المسبحات التي فيها سور سبحان تبدأ بالتسبيح، منها سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كل سورة تبدأ بالتسبيح تسمى المسبحات، التي فيها تسبيح الرب سبحانه وتعالى. وهذه الآية من أعظم الآيات التي، أو إن لم تكن هي أعظم آية في السور التي فيها تسبيح الرب سبحانه وتعالى. هو الأول والآخر، الله الأول الذي ليس قبله شيء. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله عندما سئل: جئناك، قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر، فقال: كان الله ولم يكن شيء غيره. سبحانه وتعالى الخلق كلهم كانوا عدما، ما كانوا شيئا أصلا، كان الله ولم يكن شيء غيره. أنت الأول فليس قبلك شيء. جميع المخلوقات كانت منعدمة بالكلية، أوجدها الله عز وجل من العدم بإرادته وقدرته. وأول مخلوق هو القلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، فقال: ما اكتب؟ فقال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. وان كان هناك خلاف بين العلماء في مساله اول مخلوق، هل هو العرش او القلم او الماء الذي العرش فوقه، فهذا الحديث الصحيح اصح ما ورد. في بعض الروايات: ولم يخلق شيئا قبل الماء، لم يخلق شيئا قبل الماء. رجح ابن القيم أن العرش مخلوق أول المخلوقات. أصح الأقوال ما ذكرنا لصحة السند: أول شيء خلقه الله القلم الذي جرت به المقادير، وكتب الله عز وجل به المقادير في تلك اللحظة. قال: فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني القلم جرى وهو قد جف على علم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على علم الله، يعني كفي به ما علم الله انه سيكون وجف، رفعت الاقلام وجفت. وهذا الامر على الاختلاف فيه يثبت ان هناك مخلوق اول لم يكن قبله مخلوق، خلافا لما قد يفهم من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه من وجود مخلوقات لا اول لها، اي ما من مخلوق الا وقبله مخلوق بلا بدايه في الاول. هذا كلام باطل فاسد، تدل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على بطلانه، والفطرة تنابهه بلا شك. فالأحاديث كما ذكرنا الذي في البخاري: كان الله ولم يكن شيء غيره، فهذا نص قاطع
في عدم وجود شيء أو مخلوق، أي شيء مخلوق مع الله سبحانه وتعالى. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكتب في الذكر كل شيء. إذن هذا أول ما خلق الله، حين كتابة المقادير كان عرشه على الماء، لكن قبل خلق القلم لم يكن لك خلق أصلا. وهذا يقتضي شهود فقر العباد فقرا تاما، فهم بودئوا من العدم، العدم المحض، ومروا بمراحل هي أشبه بالعدم، أو كائنات أو مخلوق من المخلوقات لا يقدر على شيء ولا يدرك شيئا. أنت شخصيا كنت ماء وطينا، أنت في هذه المادة التي يتكون منها جسمك أيها الإنسان، كانت في يوم من الأيام شيئا آخر، بدليل أنك ولدت، بدأت أولا في الحقيقة نطفة. سبحان الله، الإنسان يبدأ حيوان منوي تحت المجهر في الملي متر، في الملي لتر الواحد 40 مليون إلى 120 مليون حيوان منوي، واحد منهم بس، واحد يشوفهم تحت الميكروسكوب كده يبص تلاقيهم يعني كثرة هائلة في ذلك المني الذي يقرفه الرجل في رحم المرأة، يعني بالملايين في المليمتر الواحد، وقعد يعدوهم عشان يجيبوا يعني العدد ده، وواحد منهم يسبق إلى بويضة أكبر منه شوية، أكبر منه شوية، لكن وزنهم هما الاثنين ما يتوازنش بالملي جرام، ما يتوازنش بالملي جرام، أقل من ذلك. ثم بعد ذلك يبدأ تترقع البويضة وتتكون ذلك الإنسان. من بداية هذه البداية قد إيه؟ لسه من مدة وجيزة، والله الواحد سبحان الله يعني قدر ربنا سبحانه، شفت سقط عمره 3 شهور قد نص الصبع كده، قد صبع الإنسان، وفي شكل الإنسان بالضبط. الواحد قال كل واحد، أنت شخصيا، أنا شخصيا كان جات عليه وقت من هذا كان بالشكل ده. سبحان الله، كل واحد ما 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 اتوجدش إلا لما اتولد، وما اتولدش إلا لما كان إيه؟ حمل في بطن امي ونام هذا انه قد كده اهو، قد الصبع كده اهو، وفي شكل وش وراس وايدين ورجلين وعينين ومناخير قد صبع الانسان. سبحان الله. وبعدين الماده دي كانت قبل كده، كانت من 3 شهور قبل ما تبقى كده، كانت عباره عن زي ما قلنا حاجه مش مذكوره، كانت ماء، انت يعني كنا ماء وطينا. فالانسان لما ينمو بعد كده المادة دي أضيفت إليه، كل عمال الجنين ده يسحب بالحبل السري ومن خلال المشيمة مواد غذائية، المواد الغذائية دي أمه لسه كانت واكلاها من مدة شوية من خلال الدم الذي يتغذى منه الجنين. الدم ده بيجي له مواد غذائية منين؟ من غذاء الأم. غذاء الأم ده جه منين؟ من نبات أو حيوان، والحيوان جه من النبات برضه في الآخر، لأن البقرة دي بتاكل إيه؟ نبات برضه، والنبات ده اصلا كان ايه؟ كان في السر، كان في ميه، ميه وطين برضه. انت لما يجي بص كده بذره القمح دي وبذره الرزايه دي، لو قلنا ان السنه الرز ده التجميل مثلا طالع السنه اللي فاتت كانت ايه؟ كميه الرز اللي بتطلع دي تطلع من الارض. النبات بيبدا كده حبات رز، وبعدين يطلع مئات الالوف من الحبات. مش كده؟ ويطلع رز لكنك لو احنا يتحول في جسمنا الى مواد غذائيه، في جسم الام اللي كانت امنا دي اكلت هذا الطعام وتحول في جسمنا الى جزء من كائن الانسان، لغايه ما يتكون هذا ينمو يبقى يتولد 3 كيلو، انت كم كيلو دلوقتي؟ في ناس فوق 100 مش كده؟ وفي ناس 60 كيلو 70 كيلو 80 كيلو، فجم منين الفرق؟ اذا من 3 كيلو بتتولدهم الى 100 كيلو بعد كده، جم منين؟ من الماء والطين ايضا. ما هو نسبة المية في جسم الإنسان 80%، والباقي حاجات من الأرض. فالله عز وجل بدأ خلق الإنسان من طين، والمادة الحية دي تحولت بقدرة الله، ولا أنت اللي بتقول لها حولي ولا حاجة. لو أنت أكلت وبعدين الأكل ما تهضمش تلاقيك استفرغت غصب عنك، لو كان بإيدك تهضمه والله ما تقدر تعمل حاجة، ليس بيدك. فالإنسان فعلا لما يشهد بداية ان هو مر بمراحل من فعلا اقرب شيء، هو كان عدم خالص،
خلت حاجة نهائيا، وبعدين بقى حاجة أقرب إلى العدم شوية، يعني بقت حاجة موجودة ماء وطين، وبعدين بدأ يتكون، وبعدين يولد ضعيف عاجز فقير. يبقى اللي انت شايفه عمال يأمر وينهى ده، ومتكبر ومتجبر ويقتل ويسفك الدماء ويسرق الأموال ويغصب الفروض وغير ذلك، ده كان مر بهذه المرحلة. فبقاش إنسان إلا لما مر بهذه المراحل كلها من الضعف. يبقى لما نشهد أن الله عز وجل هو الأول سبحانه وتعالى، ونشهد فقر العباد، يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يوم الإنسان ما يبغاش، لأن إيه سبب الطغيان؟ إن يرى نفسه غنيا. لكن لو شهد أن الله هو الأول، وإن أنت كنت عدم، وإن أنت فقير جدا، وما زلت فقير في الحقيقة، وبعدين هترحل مرة أخرى رغما عنك، من علامات الفقر التام إنك غصب عنك هتمشي، مش باختيار، لا مؤمن ولا كافر يستشار إلا الأنبياء، يعني يستأذن ولكم الموت عليهم يخيرون، ولكن لابد من الموت في النهاية. الأنبياء يخيرون ولكن بعد ذلك الموت، كما جاء ملك الموت لموسى وقال له إن ربك يقول لك قاعدك على ظهر ثور أحمر أو أسود أو أبيض، فلك بكل شعرة مسستها يدك سنة تعيشها. ثم قال ثم بعد ذلك قال الموت نازل. قال فالآن إذا إن موسى وجاء كمان ذكر الله يعني لطمه، فرد الله عز وجل عليه عينه التي فقعها موسى عليه السلام، ثم أخبره بذلك، ثم قال ما بعد ذلك؟ قال الموت. فقال فالآن إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا خيره الله بين ما عنده بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. بس لابد من إيه؟ من الموت. إذا الإنسان فعلا لابد أن يكون يرى هذا الفقر لكي لا يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يقول مالي مالي. لا والله ليس مالك، إذا شهدت فقرك علمت أنه استخلفت فيه وعارية وأعطيت لك، حتى السمع والبصر والقوة والقدرة كلها عوار أعطيتها بلا إرادة منك، وجدت نفسك تسمع فيه، وجدت يدك تتحرك. شوفوا الطفل الصغير ابن 8 شهور اللي لسه بيقف على رجله، قولوا له انت اللي توقف رجلك؟ امه وابوه هم اللي يوقفوها له، ولا هم يقعدوا يقولوا الولد ما بيقفش، الولد ما بيمشيش، الولد اتاخر في المشي، السلم ما طلعش، وهل يقدر حد يعمل حاجه؟ يقول لهم ادوا له دواء يمكن، ولو هو مكتوب له ان هو ما يمشيش ما يمشيش. اللي عندهم تخلف مثلا على سبيل المثال، ده لو الدنيا كلها سمعت عشان تخلي المركز اللي في المخ ده اللي يخلي الواحد يعرف يمشي ولا رجله تقف ولا يعرف يفكر يشتغل، ما يشتغلش، ما يعرفوش يعملوا حاجه. حاجات الطب يقول لا دي مالهاش علاج، فعلا مالهاش علاج، اتولد على هذه الصفه خلاص، المراكز دي اللي في المخ مش بتشتغل، يبقى خلاص لن يتحرك ذلك. فمنين الانسان يملك نفسه؟ انسان عاجز فعلا فقير. فلما يشهد هذا الفقر كيف يشهد أولية الله عز وجل؟ إن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. يبقى أنت منين تعتمد على غير الله؟ تعتمد على نفسك ولا تثق بغيرك؟ وكل منكم كان عدما، وكل المخلوقات مرت بهذه المراحل الفقر التام إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى لا تتوكل على غير الله، لا تثق بغيرك. وأعظم ما تشهده في هذا الفقر الفقر الى الالوهيه لله عز وجل، التعلق الفقر الى الالوهيه، الالوهيه لله عز وجل، الافتقار الى عباده الله عز وجل. بمعنى انك اذا شهدت نفسك في هذا العدم المحض، وشهدت نفسك بعد ذلك قد وفقت للعباده، فستتحقق باياك نعبد واياك نستعين. فعبادة الله أنت وفقت إليها، فإياك أن تنسي لنفسك فضلا، لأنك كنت عدما كما يقول سبحانه الله. فمن ذا الذي شفع لك في الأجل حيث لم تكن شيئا مذكورا، فسماك باسم الإسلام ووسمك بعلامة الإيمان
وأعتقك وترك بعلامة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عن آلاف المؤمنين. يعني أنت الساعة التي قبض الله فيها ظهر آدم وقبض قبضة بيمينه وقال هؤلاء في الجنة والأولي، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء في النار والأولي، كنت فين؟ كان علمك ده كان ايه؟ كان جهدك في الجهاد في الإسلام كان ايه؟ عشان أعلى حاجة الجهاد في الدعوة إلى الله. حتى الرسل صلوات الله عليه وسلم كما قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فقيرا فأغنى. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى الخلق قدرا يمتن الله عز وجل عليه ذلك. يقول الله لموسى: ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذا المنن من الله عز وجل، من الذي شفع لك في الأجر حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بعلامة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك إقطاع كده مجانا في ذلك الغيب عن آلاف المؤمنين؟ أعمال المؤمنين دي كتبت لك قبل ما أنت تتولد. وفعلا والله أعمال العباد كتبت وهم في أجنة في بطن أمهاتهم، بل قبل أن يخلقوا، بل قبل أن يخلق كل الخلق جرى القلم في تلك الساعة ما وكان من ضمنها الأعمال. يبقى لماذا تعجب بنفسك؟ لماذا تقول أنا خير منك؟ بتاعت إبليس والعياذ بالله. الإنسان الذي يشهد أولية الله لا يغتر بعمله ولا ينسب الفضل لنفسه ولا يقدر على شيء إلا أن يعينه الله، وهذا هو الخطر الكبير على العباد والزهاد والعلماء. الخطر الكبير هو في الإعجاب بالنفس والكبر والذي يدفع إلى الحسد والحقد. إن فعامة الكفر منشأه أصلا من هذه الصفات. يعني ليه كفر اليهود حقدا وحسدا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو آمن بي 10 من اليهود ما بقي على وجه الأرض يهودين إلا آمن بي. سبحان الله، كان في 10 أيام النبي عليه الصلاة والسلام لو أمنوا أمن منهم عبد الله بن سلام واحد تاني، والباقية ما أمنوش. لو كانوا أمنوا كان ما بقاش يهود أصلا. شوف الكفر اللي في الدنيا دي. واليهود بس مش كفروا بنفسهم، بل هم سبب الإيه؟ الكفر الثاني خالص كمان، يعني الكفر بتاع النصارى وكفر المشركين. هم اليهود هم اللي افسدوا النصرانية والعياذ بالله، واليهود هم اللي اخرجوا الشيوعية والوجودية والعلمانية، كل دي اليهود من وراء. فتخيل لو ما كانش في يهود بقى كان ايه؟ فسبحان الله. فالرسول ايه الكفر ليه دول؟ حسدا من عند انفسهم، الكبر، عشان يقولوا احنا احسن ولا العرب ولا ازاي بقى محمد يبقى نبي واحنا مسلمين عندنا احنا. والعياذ بالله الكبر ده اخطر شيء على اللي عنده علم واللي عنده يعني طاعه وعباده. ولذلك لابد ان يفتقر الى الله في علمه وفي عمله وفي عبادته، وذلك بشهود اوليه الله ان الله هو الاول الذي ليس قبله شيء. فهو الذي من عليك بالعمل كما من عليك بالحياه، كما من عليك بنعم المال والصحه والحواس، هو الذي تفضل بذلك. وهو الاخر الذي ليس بعده شيء. الاخر الذي ليس بعده شيء بمعنى بذاته سبحانه وتعالى، ليس يبقى بعده شيء عز وجل، هو الباقي بذاته، وما شاء الله ان يبقيه فهو باق بابقاء الله له. يعني في مخلوقات بلا نهايه، لان الجنه والنار واهلهما لا يفنيان ولا يبيدان. ربنا أوجد الخلق من العالم، في البداية كان في عالم محض. المخلوقات ركب على عالم محض، لم يكن شيء غير الله. طب في الآخر ما احنا عارفين الأحاديث والقرآن والسنة الإثبتان وجود مخلوقات بلا نهاية. خالدين فيها إيه؟ أبدا كده، والعرش باقي والحور العين ونعيم أهل الجنة، ويقال يا أهل الجنة خلود لا موت، وأهل النار إيه؟ خلود لا موت. ففي مخلوقات دي، المخلوقات دي خالدة ازاي بنفسها؟ لا، خالدة فيها بإذن ربهم، كما قال عز وجل عن أهل الجنة: أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام.
يبقى خلود الكائنات الاخرى وبقائها انما هو بإلقاء الله عز وجل لها، فهي لا تبقى بنفسها. شهود اخريه الله ان تشهد ان عدام المخلوقات مره اخرى او اقترارها على نفسها تنعدم بالكليه في الحقيقه، لكن يعني على سبيل المثال الارواح مثلا، الارواح بتفارق الابدان والبدن بيتحول الى التراب مره ثانيه، ما بيرجعش عدم محض ولكن بيرجع الى الايه؟ الى ما بدأ منه، والروح بتبقى يعني في المكان الذي شاء الله مفارقه للبدن، ما تقدرش تتحرك فيه ولا تتصرف فيه، بدن ينقل يتقطع يتحرق، والروح اصلا ما لهاش سلطان عليه بعد خلاص بعد ما فارقته، اما انها تكون في الجنه او محبوسه في القبر او في سجين والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. الغرض المقصود ان هذه هي لا تنعدم بالكليه ولكن تكون في حاله اقرب الى عدم لعدم القدره وعدم الاراده وعدم الملك وعدم التصرف، تكون بما شاء الله سبحانه وتعالى، فهي ترد الى الله سبحانه وتعالى، اليه يرجع الامر كله. فشهود هذا يجعل الانسان لا يعتمد ولا يتوكل على غير الله ويخلص العمل لله. ليه؟ لان الانسان لم يعمل لغير الله سبحانه وتعالى ويستشعر ان العبد ده في الاخر هيموت، يبقى بيعمل له ليه؟ اذا كان يعني بالظبط كده، لو ناس عرفوا مثلا ان الملك بتاعهم هيموت بكره، هتلاقي كل الناس ايه بتدور على مين؟ على ولي العهد اللي عايزين يبقى لهم منزله عند مين؟ عند الملك ده، خلاص الملك ده ما حدش بيعمل له علشان هيموت عشان هينتهي. فلو الانسان استحضر فعلا وما استطولش المده ان كله هيموت، هو كله هيموت جزما وكل ما هو اتم فهو قريب، فلو انت ما استطولتش مده وشعرت فعلا ان الناس اللي بتعمل دول هيموتوا هم كمان، لا تعمل من اجلهم ليه؟ نقول كده اللي من 100 سنه كانت الناس بتدور برضه على ايه؟ على الشهره، مش كده؟ الناس المشهورين اللي من 100 سنه فين دلوقتي؟ والله ولا حد عارفهم حتى اصلا، تقولي مين اللي كان مشهور في حته كربوز هنا من 100 سنه؟ مين الاغنياء بتوع كربوز من 100 سنه؟ وكله خير خلاص مثلا، ولا بتوع اي حته ثانيه دي ممكن تكون الحته دي كانت جبل ولا حاجه، الله اعلم، ما كانش فيها حد يملك فيها حاجه اصلا. وسبحان الله، طب يبقى اللي كان بيعمل عشان الغنى واللي كان بيعمل عشان الشهره، كان بيعمل عشان الملك، اللي من 100 سنه كان مين الملوك دلوقتي؟ كان مين ما اعرفش سلطان مين؟ السلطان حسين مثلا، حد فاكر السلطان حسين؟ حد بيعمل ايه السلطان حسين؟ ما حدش يعرف عنه حاجه ولا حول ولا قوه الا بالله، كان ملك على مصر كلها مثلا وغير ذلك. المهم ان الانسان لما يستحضر نهايه المخلوقين يبقى ما يعملش عشانهم، وكذلك ما يتوكلش عليهم، لان هم هيجي لهم لحظه تبص ليهم هم عجزوا عن كل شيء، لحظه الموت، لحظه الفراق، فاجعل نهايتك الى الله، لانه الاخر الذي ليس بعده شيء، فاجعل اخر نيتك الى الله سبحانه وتعالى. يبقى النيه تروح فيه كده وفي الاخر تريد وجه الله عز وجل، ولذلك في قوله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، من لوازم بقاء الوجه انه يبقى ما ابتغي به وجهه، لا يبقى الا ما ابتغي به وجه الله، وكل ما ابتغي به غير وجهه يجعله الله هباء منثورا. فيبقى عباده الاستعانه والاخلاص والتوكل وشروط فضل الله سبحانه وتعالى والاعتراف بالنعمة والفضل له الجلب للشكر، كل ذلك منبعه من شهود أن الله هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. أما اسم الظاهر فهو كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: الظاهر الذي ليس فوقه شيء. وهذه الفوقية هي علوه على عرشه سبحانه وتعالى، كما أنها ظهور وفوقية الغلبة والقهر، وهو القاهر فوق عباده. وعلوه على عرشه سبحانه وتعالى أمر فطري فطر الله عز وجل عليه عباده وجعلهم يجدونه في أنفسهم مؤمنهم وكافرهم، يجدونه في أنفسهم مؤمنهم وكافرهم أن خالق السماوات والأرض فوقهم، فهو الظاهر الذي علا فوق كل شيء بظاهريته سبحانه وتعالى، ومع ذلك فهو الباطن الذي ليس دونه شيء، لا يحجبه شيء عن شيء،
لا يبعده شيء عن شيء علما وإحاطة وقدرة، وهذا لأن المخلوق يحجبه مثله عما هو دونه. نقول مثلا هذا الجدار فاصل بيننا وبين المنزل الذي بجوارنا، فهو يحجب عما ما في هذا المنزل، نحن لا نعلم ما فيه لأنه بيننا وبينه، دوننا ودونه هذا الجدار، دوننا وهذا البيت هذا الجدار. فإذا لم يكن دوننا ودون هذا البيت شيء، ليس دوننا ودونه شيء، علمنا ما فيه ورأينا المسافة الطويلة التي بين البلاد وبعضها دون تقول دون الوصول إليها ودون معرفة ما فيها، وهكذا الزمن الطويل البعيد دوننا وبين الأحداث التي وقعت في الماضي، فلذلك نحن لا نستطيع أن نعرف تفاصيل ما جرى إلا ما أخبرنا به. الغرض المقصود أن كلمة دونه تعني أنه أنها بين الشيء وبين غيره. الله سبحانه وتعالى هو الباطن الذي ليس دونه شيء، ليس شيء أقرب إلى الخلق منه قرب العلم والإحاطة والقدرة والسمع والبصر والإرادة النافذة. لا يحجبه شيء عن شيء ولا يمنعه شيء عن شيء. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة أو لإسم الباطن لم يقل الذي هو باطن كل شيء أو داخل كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى ليس داخل الأشياء، لكن ربنا عز وجل ليس دونه شيء مع علوه وفوقيته، فهو فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. وهذا القرب عندما نقول قرب علم وإحاطة هو أمر زائد على مجرد العلم بالتأكيد، وهو يعني قد يكون الإنسان بعيدا عن أمر ما أو مكان ما ولكنه يعلمه، ولكن إذا قلت هو قريب فهذا أمر آخر، هذا أمر هو أخف من العلم، هو متضمن للعلم بالتأكيد، ولكن كما ذكرنا بالعلم والقدرة والسمع والبصر والإحاطة والإرادة النافذة، فهذا معنى قرب العلم والإحاطة. وليس لسنا نقول أن القرب هو العلم، فإن ذلك لغة وشرعا فيه نظر، ليس لا يفسر، لا يفسر هذه الكلمة بهذه الكلمة. لا يقال فلان قريب بمعنى أنه عالم، لكن هذا علم أخف، علم مع شهود وقرب، وهذا القرب قرب عام من سائر المخلوقات، لأن المخلوق كما ذكرنا يحجبه من هو أقرب إليه من الشيء عن هذا الشيء فيواريه عنه. والله ليس شيء أقرب إلى الخلق جميعا منه، لكن نقول هذا النوع من القرب هو قرب العلم والإحاطة والقدرة، لا يقتضي مدحا ولا ذما في هذا المقام للمخلوق، ولكن هناك قرب آخر هو قرب المحبة والإكرام والعناية والرعاية والحفظ والتأييد، فهذا قرب خاص بالمحبين والداعين، وهذا يقتضي مدحا للمقربين الذين قربهم الله عز وجل إليه واقتربوا منه واقترب منهم سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل في بيان النوع الأول من القرب هو قرب العلم والإحاطة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه أي إلى الإنسان من حبل الوريد. البعض يقول هذا قرب الملائكة، والصحيح أنه قرب الرب عز وجل الذي قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ولكنه لا يستلزم حلولا ولا مماسة ولا اتحادا، بل لا ينافي علوه عز وجل فوق عرشه، لأنه قرب ليس كقرب المخلوق من المخلوق. المخلوق عندما يقترب من مخلوق آخر يبتعد عن غيره ولا بد، وهذا الأمر ليس
من صفة الرب سبحانه وتعالى، لأن قربه قرب يليق بجلاله وعظمته، ويقرب إليهم مع كونه لا يحل فيهم. وهذا في الحقيقة عندما نقول أنه قريب، هذا عند التأمل ينافي الحلول وينافي الاتحاد، فلا يكون الشيء قريب من نفسه، وإنما لابد أن يكون قريب من غيره. ولا خلاف بين أهل السنة، بل نقول بين أهل الإسلام، أن الله لا يحل في مخلوقاته، وأنهم لا يتحدون به، بمعنى يصيرون هو وهم شيئا واحدا، فضلا أن يكون ذلك هو الأصل في البداية، وأن الحلول والاتحاد كلاهما كفر، لا شك في ذلك. وكما ذكرنا أن لفظة القرب تقتضي المغايرة، وتقتضي أن المخلوق غير الخالق سبحانه وتعالى، ولكن هي لا تحتاج إلى تأويل، بل إلى بيان معناها، أو أقصد إلى بيان لوازمها، فإن معناها مفهوم معلوم. والله عز وجل قريب إليه، قريب إلى كل إنسان أقرب إليه من نفسه، فنفسه التي بين جنبيه ربما لا يدري أشياء عنها، بل هذا ليس ربما، قطعا لا يدري أشياء عنها. الإنسان الواحد منا لا يدري ما يجري في بدنه، ولا يعلم ما يحصل في نفسه، وإراداته وخواطره ما في يعني ما يحبه وما يشتهيه من أمور، عند التأمل ربما لا يدري حقيقة ما يريد، وهناك رغبات أعمق من التي يظهرها، وغور بعيد عن عقله الظاهر في أغوار النفس الإنسانية. نفس الإنسان عجيبة في الشأن، في إرادات عميقة جدا ودوافع خفية جدا تخفى على الإنسان نفسه، يكون يريد شيئا معينا يعني تظل نفس تخدعه حتى تصل إليه من حيث لا يشعر، وربما يوهم نفسه بأنه إنما يريد الشيء من أجل كذا وهو يريد لشيء آخر. يعني هذا ربما يلحظه الكبير مع طفل صغير يريد أن يداهنه في أمر معين، فيظهر أمرا أنه يريد هذا الشيء لأجل كذا، ولكن الكبير يعرف أنه إنما يريده لأجل شيء آخر. الإنسان كلما يكبر في السن ويصل إلى أنواع من الإدراك يستطيع إخفاء مشاعره الحقيقية، وربما يخفيها عن نفسه هو، وربما نفسه لا تدريه، بمعنى أن الطفل الصغير ما يعرفش يقول للواحد اللي هو ما بيحبوش أنا بحبك، بعد شوية لما يعرف يداري كويس يعرف إيه يخبي المشاعر والإرادات دي. وأحيانا زي ما أقول بتوصل إن هو يعني الكلام ده موجود في التحليل النفسي والطب النفسي بطريقة واضحة جدا، إنه يقعدوا يدوروا على الدوافع اللي دفعت الإنسان، وفيها أشياء فعلا عجيبة ومفيدة جدا، إن في رغبات أكيدة في نفس الإنسان، ودوافع يعني مغروزة فيه مجبور عليها، والدوافع والإرادات دي أحيانا بتبقى عيب عند الشخص نفسه إن هو يظهرها حتى لنفسه، وأحيانا يكتشفها بعد إيه مصارحة مثلا مع شيء من التفكير. الإنسان لما يعني يقعد يفتش في نفسه ويدور يقول لها أنت عملت كده ليه؟ عملت كده مثلا يعني جيت درست العلم ده ليه؟ عايز تقعد فعلا؟ ولا عايز الناس يقولوا عليك بتتعلم؟ ولا بتنافس مع واحد تاني لقيته حضر فأنت عايز تحضر؟ ولا عايز تبان إنك مع المشايخ واللي بيردوا دروس ونحو ذلك؟ ولا فعلا نيتك انت هتقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، وده تفكيرك الحقيقي ان انت فعلا تقف بين يدي الله، فسوف تسأل عن طلب العلم فسوف يكون ذلك ردك وجوابك. وماذا كان في نفسك؟ هل كان في نفسك انك تستريح وتنام افضل لا يعني لا تخرج الى هذا، ولكنك قاومت نفسك لله ام لغير ذلك؟ واحد لو قعد يفتش نفسه ساعات يقول انا مش عارف، انا صراحه يعني ما اقدرش اجزم انا ايه اللي حصل، انا عملت كده ليه؟ والا يبقى يعني هو ممكن يكون بيخادع نفسه احيانا. ساعات الواحد يعني السلف كان كثير منهم يتوقف قليلا حتى ينوي، لان النفس الانسانيه دوافعها ممكن بتبقى دوافع تلقائيه
من الداخل وهو مش مستقدرها بتاعتها، فما يقولش زمان على ذلك. زي طعام الاهل والاولاد، حاجه تلقائيه في الانسان، لكن لو الانسان ما هدبش هذه التلقائيه حيث انه ينوي بها مرضات الله عز وجل، هتحصل تلقائيه من غير ما ياخد ثواب عليها. الغرض المقصود ان النفس الانسانيه عميقه جدا ولها اغوار بعيده، والله اقرب الى كل انسان من نفسه. وانت الانسان اللي انت قريب منه تقوم تعرف هو عمل كده ليه، لانك انت خبير بيه وعشت معاه مده طويله، ونفسك ونفسه قريب فيه قرب، بينكما قرب. فتقوم لو قالوا لك فلان عمل كده تقول لا ما عملش كده، مش ممكن فلان يعمل كده. ايه اللي خلاك تقول كده؟ لانك عارف ده واقعه، وعارف ايه اللي بيحبه، وعارف ايه اللي بيكرهه. فقربك منه خلاك تبقى تعرف عنه حاجات معينه، تستطيع ان تجزم او تنفي عنه اشياء معينه. فده اللي انت عرفته، وهو بالتاكيد ان في حاجات انت تعرفها، بل في حاجات هو نفسه ايه ما يعرفهاش. الانسان فعلا والله عجيب جدا، دوافعه بتتولد معاه، بتتكون شخصيته خلال ال 30 ايام العمر بنسبه ما يزيد على 80%، مع ان المرحله دي الانسان منا ما يتذكرهاش نهائيا. مواقف معينه بتحصل خلال سنتين، بيتغرس فيه حاجات معينه، مبادئ معينه، بتاثر على سلوكياته في المستقبل وشخصيته. وهذه الامور بنقول بتنزل 80% وربما اكثر من ذلك خلال سنتين، اللي هو ما بيبقاش واعي عليهم نهائيا. وتتكون شخصيته بطريقه معينه، بالاضافه الى الجبله التي جبل عليها، لان الانسان بيتولد باخلاق معينه يميل اليها. غير الاشخاص التانيين بيميلوا الى اخلاق اخرى وصفات اخرى. النفس الانسانيه دي اعجب من كده لا يوجد. يعني الانسان فعلا لما يتعامل نفسه يلاقي الدوافع دي اعمق بكثير جدا من البدن الظاهر، مع ان البدن الظاهر في حاجات ما زالت عميقه جدا. يعني الانسان لما يفتح، لو فتح مثلا صبعه ولا دراعه ولا يقعد يشوف الحاجات اللي جوه وهو مش عارفها طبعا، الا الدكاتره يكونوا ايه عندهم فكره ان هيلاقوا ايه تقريبا، لان مفيش واحد زي الثاني بالظبط. لكن هيلاقي شريان النهايه، هيلاقي وزن النهايه، لكن ده شكله ايه الشريان ده مثلا بالمنظر ده، ولا الشعرات الدمويه، وبعدين جوه 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 كمان في حاجات داخليه اكتر، لغايه ما يقول لا ده احنا في حاجات ما نعرفش فيها ايه. يوصل للخليه مثلا، وبعد الخليه يلاقي جدار، وبعد الجدار يلاقي جوه الجدار حاجات ثانيه، وكل شويه يكتشف حاجه يقول احنا ده في حاجات اغوط من كده كمان، اعمق من ذلك. فتخيل ان كل مخلوق له ايه؟ له هذا العمق. تخيل ان كل كائن حي له عمق لا يدري يعني احد عنه تفاصيل ما فيه فضلا عن نفسه. بل مش كل كائن حي، بل كل كائن مخلوق له عمق واغوار في ذاته، زي الارض اللي احنا عايشين عليها دي. ايه اللي تحت الارض ده؟ محجوبين احنا عنه، ولكن ربما يكون واحد حفر ودفن او عرف، زي مثلا اللي حفروا السلاسل الكهرباء، فيكونوا رسمينها وعارفينها، فعارفين ان هنا في ايه؟ اسلاك كهرباء، ان هم كانوا قريبين من الباطن ده جزئيا في وقت من الاوقات، فبقوا عارفين ايه اللي جوه. جزئيا في الحقيقه، والا حاجات كثيره تبقى دونهم ودونها التراب العالي ده، فعشان كده ما يعرفوش. طب اعمق من كده؟ طب تحت 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 تحت، لا في حتت ما وصلهاش الانسان. طب اعماق الكون البعيد ده، كل حاجه هو بعيد عنا جدا، وما احناش قريبين منه عشان نعرف ايه اللي فيه. كل كائن من الكائنات يعني هناك له عمق واغوار واشياء بعيده عن الخلق، وكل واحد قد يقترب منها شيئا يسيرا فيعرف عنها شيئا، سواء كان في الاشياء المحسوسه او في روح الانسان والحيوان وفي نفسه التي تسكن في جسده هذا. فكل هذه الاشياء الله عز وجل اقرب الى كل مخلوق من نفسه ومن كل احد، ليس دونه شيء، لا يحجبه شيء عن شيء، لا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارضا. الارض اللي احنا شايفينها دي، ده احنا قلنا عمقها احنا مش عارفينه، عشان الجزء الظاهري بيغطيه والطبقات العليا بتغطيه والارض اللي تحتيها. ده في ارض ثانيه تبدي خالص، ايه اللي حجبنا عنها؟ الارض دي هي اللي حجبتها، واحنا مش شايفين ايه اللي ورانا بعد كده، والسماء حجبت اللي وراها للبعد المسافه الطويل.
الله لا توالي منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا ظاهر باطنا. الظاهر ده ما يدريش الباطن بالنسبة ربنا سبحانه وتعالى، هو قريب إلى ذلك الباطن أشد من قرب الإنسان نفسه منه، فضلا عن غيره الذي يعرف عنه شيء ويكون قريبا منه ويعرف عنه تفاصيل دقيقة. ولكن سمع فلان ده أنا قريب منه جدا، القرب ده زي ما بنقول لا يستلزم حلولا ولا مماثلة. القرب اللي هو قرب العلم ده لما تقول أنا قريب من فلان أنا قريبه مثلا، عندي نوع من أنواع القرب مش لما في صلة إيه؟ قرابة، قرابة يعني قرب. القرابة دي استلزمت إن أنت جوه بعض ولا استلزمت إن أنت تبقى هو؟ عشان حد يقول إن القرب ده يستلزم الحلول الممثلة ده كلام مولاه المبين، لا في اللغة ولا في الشرع ولا في العرف، إن القرب ده يستلزم الحلول ولا الإيه؟ ولا الممثلة ولا الاتحاد. الممثلة اللي هو اللمس، يقول لك فلان أنا قريب منه، أنا قريب منه أقدر أكلمه في الموضوع ده، أو أنا قريب منه أنا أحلف لك إنه ما عملش الحاجة الفلانية. عندك علم وعندك منزلة في يعني إدراك لما عندك، كل هذا لا لم يستلزم أن تحل فيه أو يحل فيك أو أن تتحد به أو تتحد به، بل حتى لم تمس لم يمس أحدكم الآخر وتشعر بالقرب. وهذا قرب عام زي ما قلنا قرب من يعني من سائر المخلوقين، هناك قرب خاص، هناك قرب محبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة كل مؤمن هين لين قريب سهل. ده قرب، أنا بنضرب مثال عشان نعرف إيه قرب المحبة، قريب من الناس، قريب من قلوبهم، يحبونه يشعر بقربه منه وإن كان بعيدا عنه، يشعر بأنه لا يخفيه مشاعره مثلا، أنه معه في أزماته، أنه معه في أفراحه. وهذه المعية معية المحبة، ومعية أحيانا تكون يستلزم منها النصرة، ومعية موافقة. فهذه المعية لم تستلزم الحلول والممثلة في حق المخلوق. فبالأولى والأولى إذا قلنا أن الله معنا فهو معنا معية عامة بسمعه وبصره وقدرته مع كل الخلق حين يعني يفعلون أي فعل هو عز وجل معهم أينما كانوا ووقت ما كانوا. وهناك معية خاصة، والله مع الصابرين، والله مع المؤمنين، أن الله مع المؤمنين. هذه المعية معية نصرة وتأييد ومحبة. قال لا تحزن إن الله معنا، وسيأتي بيان مزيد من هذه المسألة. هي قريب المعية دي مثل مسألة القرب، هو قريب وهذا لا يستلزم حلولا وممثلا. المسافات بالنسبة يعني لصفة القرب من الله، صفة قرب الله عز مخلوقاته لا قيمة لها، لا يكون البعيد بعيدا منه سمعا وبصرا وقدرة وإحاطة، بل هو تماما كالقريب الذي في السماء السابعة كالذي في الأرض السابعة. في هذا المقام، في مقام السمع والبصر والعلم والقدرة والإحاطة، مقام المعية العامة والقرب العام والقدرة التامة حاصلة لله ثابتة لله سبحانه وتعالى على القريب والبعيد. وأما قرب المحبة والتكريم فتفاوت به الناس. قال عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهناك من يقترب من الله ويقترب الله منه. عندما نقول نحن نتقرب إلى الله بكذا، هذا القرب يقتضي قربا من الله لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رويه عن ربه تبارك وتعالى ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. إذن حين تتقرب إلى الله فالله يقترب منك، فعلك هو التقرب إلى الله وفعل الله هو التقرب منك. والله يقرب كما شاء ممن شاء من خلقه سبحانه وتعالى. وهذا قرب خاص، هذا قرب محبة وتكريم وتوفيق وإعانة، وهذه معية خاصة، معية نصرة وتأييد ومحبة وهكذا. فالآية الكريمة
هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الباطن هذا مثل صفة القريب، مثل اسم القريب، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم ليس دونه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لكن هذا قرب من الداعي، وقربه العام نحو قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الباطن إذن ليس معناه الداخل كل شيء، لكن معناه القريب من كل شيء، قرب علم وإحاطة. هذا يقتضي عبودية لله سبحانه وتعالى باسمه الظاهر والباطن، كل من الاثنين يقتضي عبودية. اسم الظاهر يقتضي أن تستشعر أن الأوامر نازلة من عنده سبحانه وتعالى، ينزل الأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعودون. إذا استحضرت أن الله هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، استحضرت أن كل الخلق مقهورون تحت أمره وإرادته، وأن الأوامر نازلة من عنده سبحانه وتعالى، ليست الأمور منها هنا إنما هي منها هنا، كما قال عمر رضي الله عنه عندما أتوه يردون يركبه عندما أتى الشام، فلما تمخطر به يعني نزل من عليه ورفض أن يركبه، وعندما دخل في هيئة فيها رف فيها رفافة هيئة رفة، لم يدخل يعني في أبهة الملك، بل دخل في ثوبه المعتاد في طلعته التي تبدو للشمس، يحمل خفيه على كتفيه ويخوض ببعيره المخاضة، رئيس الدولة الإسلامية التي هزمت أعتى الدول، دمرت تماما دولة الفرس وأخذت بلاد الشام ومصر من الروم، أمير المؤمنين يأتي بهذه الصورة. فلما رأه مشفقون من هذا المنظر وأبو عبيدة يقول له ما وجدت أن القوم رأوك هكذا، قال أتظنون أمر منها هنا، إنما الأمر منها هنا، أتظنون أمر من الأرض، إنما الأمر من إيه؟ من السماء، من عند الله عز وجل. الأمر الذي كثر الله به هؤلاء الجبابرة والكياسرة والفاسرة هو أمره سبحانه وتعالى، ليس من الأرض. فمسألة الشأن والمنزلة ليست تابعة لما في الأرض، إنما هي من عند الله عز وجل. بل ليس فقط هذا، بل كل الأمور نازلة من عنده عز وجل، الموت والحياة، الغنى والفقر، الضر والنفع، الشفاء والمرض، يعني كل شيء، الملك كله لله عز وجل، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه. هذه العبودية هو دليل هذا الأمر، وهو أن الخلق كلهم يعني مقهورون تحت أمره سبحانه وتعالى، وأن الله فوقهم سبحانه وتعالى، وأن الأوامر نازلة من عنده عز وجل. هذا أجعل العبد يحتقر الدنيا ويجعل نظرته إليها النظرة المطلوبة، وهي نظرة الصغار والهوان، وليس أنه يعظمها أكبر تعظيم، ولا يرجوها ولا يخافها ولا يعتمد عليها ولا يرغب فيها ولا يرهبها ولا يرغب فيها، لأن الأوامر من عنده عز وجل نازلة، وكذلك صعود الأعمال إليه ثم يعرض إليه. إذا علمت أن عملك معروض على الله صاعد إليه قبل انتهاء هذا اليوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. عملك هذا الذي عملته اليوم قبل أن تغرب شمس هذا اليوم سيكون قد صعد إلى الله عز وجل مع الملائكة الذين صلوا معنا صلاة العصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل والنهار فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيعرض الذين باتوا فيكم، فيقول ربهم كيف وجدتم عبادي، وهو أعلم عز وجل، فيقول وجدناهم وهم يصلون، أتيناهم وصلوا وتركناهم وهم يصلون. فالملائكة صعدت بأعمالك إلى الله عز وجل، لو استحضرت هذا لكان هذا من أعظم أسباب الإخلاص. وعبادة الاستعانة والتوكل وعبادة الإخلاص، وهو حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، مبناها على
شهود علو الله عز وجل. إياك نستعين مبناها من شهود أن الأوامر كلها من عنده عز وجل. إذا أنت تتطلع لمين؟ يعني لما يكون مع الفارق الهائل في المثال، لكن يقول إن أنت بتدور على واحد يدي لك مصلحة، فقال لك الموضوع ده في فلان، رحت لقيت أنا لقيت واحد فوقيه، وبعدين اللي فوقيه لقيت واحد إيه؟ فوقيه، تفضل كده لغاية ما توصل لإيه؟ لأعلى واحد، لو وصلت له هتلغي كل الإيه؟ اللي في النص، مش هتعتمد عليهم بقى، أنا خلاص أنت وصلت للإيه؟ لأعلى واحد. فلو الإنسان استحضر أن الله عز وجل هو الظاهر الذي لا يتفق شيء، وأن الأوامر من عندي، يبقى هيعتمد على الناس ليه؟ وكذلك لما مين اللي هيحاسب؟ انت نقول مثال برضه مع الفارق الهائل في المثال. الطالب هو بيجاوب في الامتحان بيستحضر ان مين هيقرا الورقه؟ المصحح كده؟ وعايزه يجاوب ايه مظبوط يعني بطريقه تعجب الايه؟ المصحح. وعشان كده بيحسن الاجابه على قد ما يقدر انها هتقنع اللي هيديله الدرجه وهيصححها الورقه بتاعته. لو هو استحضر ان في واحد اعلى من ده يبقى له اهتمامه اكتر، ولو ان عمله هيعرض، لو ان استحضر بقى في النهايه ان عمله وقوله ده هيعرض على الله عز وجل، اليه يصعد الكلم الطيب كما قال عز وجل ينادي ذنب الامر من السماء والارض ثم يعرض اليه اعمال عباد تعرض الى الله عز وجل. يبقى انت لو استحضرت ان عملك سوف يعرض هناك فوق عند الله عز وجل، يبقى انت هتشغل بالك بالناس دي، هتشغل بالك بالراجل المراقب، المراقب عجبته الاجابه بتاعتك، بس انت مستحضر المصحح ليه؟ اللي صح كده؟ يبقى ايه الاجابه دي؟ بس ربنا سهل ان المصحح تعجبه كده؟ ان المراقب ده مش هو اللي هيدي الدرجه، فانت لو الناس بقى عجبهم عملك، قالوا كلامك جميل، لكن هم مش هيدوك الدرجه. اللي هيقول ده مقبول ولا مش مقبول مش هم، يبقى انت تشتغل بيها ايه؟ دول ممكن يبقوا مبشرات ليك تديك قوه دافعه لو انت مستحضر اصلا ان المهم عندك فين؟ المهم عندك في اللي هيعطيك الدرجه ويعطيك الثواب. فالمبشرات ان هم المؤمنين منهم اللي لو قلنا مراقب مثلا من مدرسي الماده دي، فانت بتستبشر خير ان هو لما قال لك اجابه كويسه يبقى استفسرت كده ان ايه؟ ان انت ممكن ان شاء الله المراقب اللي هيصحح الورقه هيديك درجه كويسه، ان الراجل اللي بيفهم قال لك ده انت بتجاوب كويس، لكن في الحقيقه انت مش متعلق الا بايه؟ باللي هيصحح لك الورقه. فلو انت شفت كده ما ذكروك بخير فتقوم ان شاء الله يجعل الله ذلك من المبشرات بان عملي عند الله يكون ايه؟ حسنا ويكون مقبولا ويكون، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تلك عاد البشرى المؤمن، ان المؤمن يجد من ثناء الناس عليه عاد البشرى، لكن عمره ما يكون مهتم ليهم هم او يعمل من اجلهم او عمال زي الورقه عشان يصحح المراقب يقول له كلمه كويسه عمره ما هتيجي، لكن هو اهتمامه الاساسي وكل شغله الشاغل اللي هيعرض عليه ورقته. فانت لو استحضرت كده ان اللي هيعرض عليه عملك هو الله عز وجل سبحانه وتعالى يصعد اليه كل يوم، ده والله غير الانسان من كل حاجه فيه، لانه مستحضر كل يوم وليله ان الليله دي هيطلع عملك الى الله، اليوم ده هيطلع عملك الى الله، يبقى هيعمل لله عز وجل مخلصا وفي الاستعانه سوف يستعين بالله عز وجل، لانه عارف ان الامور نازله من فوق مش طالعه من تحت، اقصد يعني مش اوامر الناس اللي تمشي، اوامر ربنا اللي تمشي، يبقى انت وصلت للي فوق خالص، يبقى انت هتدعو غير الله ازاي؟ هتتوقع على غير ازاي؟ على غير الله ازاي؟ هتستعين بغير الله ازاي؟ وانت وصلت اللي فوق استحضرت ان انت كل شيء كل لحظه بلحظتها كده الله يدبر الامور من عنده من السماء الارض سبحانه وتعالى، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. يبقى التعبد لله باسمه الظاهر وبالعلو وانه في السماء بعباده اياك نعبد واياك نستعين، اللي هي اصل الدين كله، كل الدين كله مرده الى هذا الامر، الاخلاص والاستعانه، اياك نعبد الاخلاص والاستعانه اياك نستعين، وهي التوكل على الله عز وجل. واعظم ذلك الاستعانه بالله في طاعته وعبادته سبحانه وتعالى. واما التعبد الذي اسمه الباطن، اذا استحضر الانسان انكشاف البواطن كلها وقرب البعيد من الله عز وجل، البعيد قريب والسر عند الله علانيه والغيب عند الله عز وجل شهاده، الباطن
ظاهر له سبحانه وتعالى، ما فيش فرق بين الظاهر والباطن، سواء منكم ضر القول ومن جهر به. يبقى انت هتختفي عن اعين الناس وتعمل حاجه تغضب ربنا؟ يبقى اللي يختفي عن اعين الناس اللي يكون قدام الناس يبقى صوره، ولما يبعد عنهم يبقى صوره ثانيه، يبقى ده ما استحضرش ربنا هو الباطن الذي ليس دونه شيء. لكن لو يعامل ربنا سبحانه وتعالى ان الباطن عنده مخصوص، يبقى ما فيش فرق. اذا خلوت يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. يعني كل شيء لا يغيب عن الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الباطن الذي ليس نوره شيء. يبقى اصلح له سرك فانه عنده علانيه، زكي له باطنك فانه عنده ظاهر، اصلح له غيبك فانه عنده شهاده. يبقى تكون علانيتك وسرك سواء. لكن ليه ربما كلنا او اكثرنا ان ظاهرنا ربما يكون احسن من باطننا؟ لما نبقى لوحدينا كل واحد عارف نفسه ذنوبه ايه فيها وبيعمل حاجات كثيرة لو قدام الناس هيكفي يعملها، بس هو بيعملها فيما بينه وبين نفسه. في الحقيقة لو استحضر ان هو فيما بينه وبين ربنا هيقول لا مش ممكن اعمل كده، لان هو مستحضر ان ربنا الباطن وعنده ايه؟ ظاهر. والقول السر كالقول العلني، لو استحضر ذلك لكان باطنه خيرا من علانيته، وعلى الاقل يستوي السر والعلانيه، ولا يكون هناك فرق بين يعني باطنه وظاهره، مخلص لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. فهذا فيما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يقول المعنى كان ده ان معظم ما ورد في أسماء الله الحسنى أنها تذكر متتابعة بغير واحد، وهو العزيز العليم وهو العزيز الحكيم وهو السميع البصير ونحو ذلك. وإن الله كان سميعا عليما، ما بيتقالش إن الله كان سميعا وعليما، في الأغلب العام. هنا في الأول والآخر والظاهر والباطن أتت على نسق مختلف، يعني لم يقل عز وجل هو الأول والآخر الظاهر والباطن، وإنما قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. إيه بقى فايدة الراوي دي اللي جت على غير النطق المعتاد؟ فعنها لموصوف واحد يكفي من غير الواو علشان يثبت في النفس ويتأكد ويقرر فيها أنه الأول مع كونه الآخر. لأن الغالب في المخلوقات إن الأول ما بيبقاش آخر. تعالوا نشوف كده، الناس اللي كانوا في الأول مشوا ليه؟ مش من الاول كده، اللي اتولد الاول بيموت الاول في الغالب. يعني قلنا من اللي جم من 100 سنه مش دلوقتي، واللي جم متاخرين هم لسه فايه؟ فاضلين. والحاجه القديمه دايما بتبلى، والحاجه الجديده هي اللي ايه؟ بتتاخر شويه. فاما ان يكون حاجه هي في الاول وهي في الاخر فده مش موجود في الكائنات. ماشي؟ الاول في الكائنات ما يبقاش اخر، والاخر ما يبقاش ايه؟ اول. الظاهر العالي ما يبقاش باطن، بل كل ما يطلع فوق كل ما يبعد عن الايه؟ عن المركز والارض، عن الباطن. وهكذا الباطن كل ده ما يبقاش ايه؟ عالي. والله متصف بهذه الاوصاف معا، فهو الاول مع كونه الايه؟ الاخر، وهو الظاهر مع كونه الباطن. فالواو دي افادت الايه؟ اجتماع الاوصاف مع بعضها، انه متصف بكونه الاول، وذلك لا يعني انه يموت أو أنه يضعف أو أنه ينتهي، بل هو الإيه؟ الآخر مع كونه الأول. وكونه الظاهر عز وجل، لا ده فوق يبقى بعيد قوي عننا، لا ده كونه مع كونه الظاهر فوق العرش الذي هو أعلى شيء وأبعد شيء عننا، لكنه هو عز وجل قريب إيه؟ إلى كل واحد منا، أقرب إليه من نفسه، لا يحجبه شيء عن شيء، لا تواجهه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا ظاهر باطنا ولا يلالي غيب منه شهادة. هذا شهادة شهادة منه غيب. احنا بنتكلم على الورد في الآيات والأحاديث. فين الوردة في الآية؟ تعالى دور في الآية كده مش هتلاقي الحاجات دي وردت في الحديث. واللي وردت في الحديث اللي فيه 99 اسم وردت برضه كده من غير الوردة. والحديث ده فيه ضعف. لكن هي اقول لك مثالها مثل قوله سبحانه وتعالى قل الله ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك
لمن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، فيها الواجب. والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. قال الشيخ الرافع رحمه الله: أفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم، فإنه يعلم السر والنجوى. هذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية، فلا ينافي علوه على قلبه. الظاهر أن هذا القرب قرب خاص من داعيه، فهو سبحانه وتعالى قريب مجيب، قريب ممن دعاه. وأما القرب العام فهو لمن دعاه ولمن لم يدعه، وهو سبحانه وتعالى القريب من خلقه بأنواع القرب المختلفة التي دل عليها الكتاب والسنة. في الحديث السابق، حديث اللهم رب السماوات السبع، قال: وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال، فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظرت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور، في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعود ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقره.